ولي الأمر وأقصاه الخروج بالسلاح حرام وأن الخارجين بغاة. واعتبر البيان التظاهر في الشوارع العامة حراما، بينما اعتبر قيام القوات الحكومية بحماية المنشآت جهادا في سبيل الله. وحث البيان اليمنيين على الالتزام بما سماه بيعة ولي الأمر، فيما فسر بأنه إشارة إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح الحاكمي منذ 3 عقود منتخب. هؤلاء المتظاهرون إذن مذنبون بعين البيان، ومن يحمونهم من القوات المنشقة على صالح بغاة. حكم سارع علماء معارضون للنظام باعتباره مخالفا للدين وموقفا مضللا يخدم النظام باسم الدين ويمنحه تصريحا دينيا لقتل معارضيه. هذا ليس ببيان علماء، إنما هو بيان عسكري رقم 1 صادر عن قيادة الحرس الجمهوري والأمن المركزي. هذا البيان لم يصدر عن العلماء، العلماء جمعوا في بلاط سلطاني وليس كلهم موافقون أيضا، حتى نكون منصفين، لا ليس كلهم موافقون على هذا البيان. أقول أين كان هؤلاء العلماء عندما حدثت المجازر لشباب الثورة المسالمين الذين خرجوا وفق الشرع ووفق الدستور؟ مثل هذا البيان يزيد معارض النظام قلقا على قلق، فهؤلاء يتشككون يوما بعد يوم في تأكيدات صالح ونظامه بالالتزام بالمبادرة الخليجية للحل السلمي للأزمة، سيما وأن عودة الرئيس بعد 3 أشهر من العلاج في السعودية تبعها تصاعد كبير في العنف في البلاد، وأكثر الضحايا منذ عودة صالح في معسكر معارضيه. لكن ثمة من يقول إن هناك ضحايا كثرا في معسكر صالح ومؤيديه، لكن النظام لا يعلن عنهم. وثمة من يتساءل أين كان رجال الدين منذ بداية الأزمة. أسد الله الصاوي بي.